الحرب والسلم. حركة الفقهاء المراجع لا تزال قوة مفكرة ومحركة في قمة الوعي والنضوج بجميع خططها وتوجيهاتها، فهي تقدر المعارك بدقة وإتقان وتوازن القوى المتصارعة فيها. فمتى وجدت القدرات الجاهزة في الفصائل المسلمة متكافئة مع القوى المعادية تعود إلى خط النار، وحيثما رأت الطاقات المسلمة الجاهزة غير متكافئة مع القوى المعادية تتربص وتنتظر. الانتصار السياسي النابغ ليس في الحرب أبدا ولا في السلم أبدا، وإنما هو في الحرب حينا وفي السلم حينا آخر.